بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج منتدى الأعمال، البرنامج اللي بيجمعكم دائما بأهم القضايا الاقتصادية في مصر والعالم. اليوم نفتح نافذة جديدة على التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وعلى خطوة انضمامها إلى مجموعة بريكس، هذه المجموعة التي قد تكون بمثابة رئة جديدة لاقتصادنا الوطني، تساعد في تخفيف الضغوط المالية وتقليل الفجوة الدولارية التي تؤثر على استقرار الأسواق وعمليات التنمية. في هذه الحلقة نستعرض مع ضيفي الكريمين أهمية البريكس وما معنى بريكس وما هي الطموحات والتحديات والأمال من وراء انضمام مصر لهذا التجمع الكبير أو القوة الاقتصادية الصاعدة وقوة سياسية واقتصادية كبيرة. هل يختفي نظام القطب الأوحد ونرى عالم متعدد الأقطاب فيه مصالح اقتصادية وسياسية بتحكمنا؟ النهاردة برحب بضيوفي الكرام، الدكتور أشرف حجر المستشار المالي والإداري ورئيس شركة المحاسبون القانونيون المصريون. اهلا وسهلا يا دكتور، نورتني وشرفتني. وارحب ايضا بضيفي الكريم الاستاذ مصطفى حسني، شريك التطوير او شريك البحوث والتطوير بشركه المحاسبون القانونيون المصريون. اهلا وسهلا يا استاذ مصطفى، نورتنا وشرفتنا. النهارده بنتكلم على واحده من اهم التحولات الاقتصاديه اللي حصلت في اواخر 23 اوائل 24، ومؤخرا كان هناك اجتماع في روسيا حضروا زعماء مجموعة بريكس، وتدور التساؤلات دائما، يعني ما هو معنى هذه الخطوة وما هي آثارها ويعني إيه بريكس أصلا، ويعني هل إحنا فعلا هذه بريكس دي هتكون رئة إن إحنا يعني نتنفس منها شوية وتقل الضغوط على الدولار وما يمثله من ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال السنوات الماضية. دكتور أشرف، يعني حضرتك شايف هذه الاتفاقية وهذا التجمع الاقتصادي والسياسي الكبير كي يعني معناه ايه اصلا؟ الناس عايزة تعرف، بيسمع بريكس هو الناس متشعلقة في اي اشياء تقول لك ان احنا رايحين هنا وراجعين هنا فاحنا الدنيا هتتحسن. كلنا مش الناس بس. نتمنى ذلك بالتأكيد. طبعا اتفاقية البريكس زي ما سيادتك يعني وصفتها وصف متقن جدا، هي رئة جديدة للاقتصاد المصري يمكن من خلالها تخفيض الضغوط على الدولار وخلافه، ولكن أنا مش هتناول الموضوع من منظور دولي أو منظور اقتصادي على قد ما هتناوله زي ما أنا دايما متعود في حلقاتي مع حضرتك أن أنا أتداوله من منظور البزنس وتأثيره إيه على شركتنا، ومش الشركات العظيمة، أنا بتكلم عن الشركات المتوسطة والعائلية، أنا بتكلم عن الشركات اللي احنا بنشتغل فيها. طيب انا بصراحه لما اتعرض علي الموضوع يمكن لسه ما فيش اجراءات تنفيذيه واضحه للمؤتمرات دي، ولكن طلبت من الاستاذ مصطفى. الاستاذ مصطفى يبقى شريك البحوث والتطوير عندنا في الشركه، وهو بينط اليه دايما عمليات التدريب المستمر، عمليات تجديد الخدمات، عمليات البحث عن موضوعات جديده زي الموضوع اللي احنا فيه النهارده. فطلبت منه انه يعمل لنا دراسه مؤداها الاجراءات التنفيذيه المرتبطه بتطبيق اتفاقيه البريكس، لان انا مطالب ان انا ادي استشاره لعملائي دلوقتي، يمكن استشاره استباقيه بتتكلم عن نستعد ازاي لو صبحت الصبح الاتفاقيه دي بقت محط تفعيل، هنعمل ايه في شركتنا؟ لان برضو انا لما تناولت الموضوع ان هي بتتداول في المنصات الاعلاميه دلوقتي من منظور دولي، فانا مش مرتبط قوي بالمنظور الدولي، انا مرتبط احنا بكره هنعمل ايه في شركتنا. يعني هحيل الموضوع لمصطفى هو يشرحه بشكل احسن مني، ونتداول في من خلاله ايه الاجراءات التنفيذيه المتصوره لتطبيق هذا الاتفاقيه. استاذ مصطفى منورنا ومشرفنا. الدكتور اشرف يعني كلام كثير جدا واحنا نعد لهذه الحلقه، فيعني شوقنا اكثر ان احنا نتعرف من حضرتك، يعني ان انت عملت جزء كبير جدا من الدراسه لكيف تتعامل الشركات المصريه مع يعني انضمامنا لهذا التجمع استرادا وتصديرا والعملات. فحضرتك عايزين نستفيد شويه ونشرح للناس كيف تتعامل الشركات المصريه في ظل اتفاقيه بريكس. هو زي ما قال استاذ اشرف، احنا عملنا الدراسه بتاعتنا، ومش دراسه يعني اقتصاديه، هي دراسه اجرائيه، ازاي الشركات تبتدي تاخد اجراءات قبل تطبيق البريكس من دلوقتي عشان تقدر تحقق مزايا من اتفاقيه البريكس.
احنا مش بنتكلم على مستوى الدول، احنا بنتكلم على مستوى الشركات المتوسطه والعائليه وحتى الشركات الكبيره، ازاي هي تقدر توصل لمرحله ان هي تاخد اقصى استفاده من اتفاقيه البريكس. طب هو في مزايا فعلا، يعني الموضوع كله بينظر اليه انه تبادل تجاري على مستوى الدول، ويعني ما حدش لسه لمس ايه المزايا اللي ممكن للشركات ان هي تعود عليها، زي ما حضرتك قلت ايه انت عملت حاجه اجرائيه. فهل في فعلا مزايا للشركات في الانضمام للبريكس؟ طبعا في مزايا للشركات، ان هي هتبقى ذراع التنفيذي للدوله، ان الدوله فوق من على مستوى الدول هيبقى في اتفاقيات، ولكن اللي بينفذ الموضوع بالفعل هي الشركات المتوسطه والصغيره. فليها اجراءات تصورناها ان هي ممكن تحصل هتحقق ليهم استفاده كبيره جدا بالاتفاقيه. دكتور اشرف، احنا خدنا خطوه يعني مسبقه كده، بس ما قلناش يعني هي يعني ايه اتفاقيه بريكس؟ اتفاقيه بمجموعه دول على راسها روسيا والصين والهند والبرازيل، روسيا والصين والهند، وفي دول منضمه حديثا زي مصر وايران والامارات، في دول لسه في محط تفكير. الدول دي بيجمعهم عامل مشترك، وهو ان هم عايزين يوجدوا مسار للتبادل التجاري الدولي بعيدا عن العملات اللي عليها ضغوط زي الدولار وخلافه، وعايزين يوجدوا مسار لوقف نزيف فروق العملة وأسعار العملة وتجارة العملة، لأن الموضوع ده بيؤرق كل هذه البلدان. فالاتفاقية دي محط تفعيل اعتبارا من الفترة اللي جاية ديت، وهتكون لازم نتكلم عنها، نفرق بين مرحلتين بتمر بيهم، مرحلة ما قبل نظام السداد وما قبل نظام سداد دول البريكس، ومرحلة ما بعد نظام سداد دول البريكس. وطبعا لما نتكلم عن نظام السداد أنا أقصد بيه النظام المطبق عالميا. حضرتك النهاردة لو أنا حبيت أحول لك أي مبالغ فأنا بسألك السويفت كود بتاع بنكك إيه، فبتقولي السويفت كود كذا كذا، فبموجب المعلومة دي أنا بقدر أحول من على السيستم العالمي ده لبنكك في أي مكان في الدنيا هو موجود. الحلم اللي بيتبناه دول البريكس ان يكون عندهم نظام موازي لنظام السويفت ده، يقدروا من خلاله يحولوا بين الدول بدون اللجوء للسويفت. ولكن طبعا ده يعني انا استخدمت لفظ ان ده حلم، لان السيستم ده هيكون تطبيقه صعب. فسيادتك تقوم سألني سؤال، وليه يبقى تطبيقه صعب؟ ده مجرد سيستم هيتعمل، لان السيستم ده هيمر باختبار قاسي جدا، وهو تكويد كل الجهات المصرفية اللي في الدنيا. حضرتك متخيل كل شبر في الدنيا ليه جهة مصرفية ما، مطلوب ان انا اكود. وكلمة التكويد تبدو قدامك ان هي كلمة بسيطة وسهلة وعادي، طب ما يكودوا. لا، دايما احنا عندنا الاستاذ عطية حمدي ده شريك التفعيل في الانظمة في المكتب في الشركة، وموضوع التكويد ده موضوع كبير جدا ومنهج علمية كبيرة جدا، وليه ناسه وليه سياساته وليه افكاره وليه تحدياته، لان التكويد ممكن يتسبب في انهيار المنشاه كليتا لو احنا كودنا غلط بشكل غلط، يدمر المنشاه. وصعوبات التكويد يمكن احنا بنلخصها دايما في ثلاث تحديات، وهي حصر المجتمع، لان حصر المجتمع زي ما بكلمك كده انت بتحصر بلدان العالم وجهاتها المصرفيه، ثم تحديد اليه للتكويد، ودي برضو موضوع مش سهل. انت عايز تلم كل القارات يبقى ليها كود، والدول اللي جوه القارات ليها كود منبثق منه، وهكذا. ثم الـ 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 الكود اللي موجود الراهن المستخدم، لان البني ادمين بيتعاملوا معاه على انه براند. يعني ما تقول لي الدوله الفلانيه، لو حاكت احتكيت بالناس اللي شغالين في البنوك البنكيرز هتلاقي حافظ كود الدوله زي ما حافظ اسمها، فانت لازم تحترم الاكواد اللي موجوده حاليا. الصورة دي هي صورة مكبرة للي احنا بنقابله في شركاتنا. التكويد موضوع كبير جدا وبيحتاج علم وثقافة وفن في تطبيقه. ده هيكون انا في اعتقادي هيكون اكبر أزمة ممكن تواجه دول البريكس هم يعملوا النظام ده. وبما ان عمال النظام ده موضوع مرهق وهياخد وقت مش قليل، فعشان كده كل الاقتصاديين لما بيتكلموا عن تطبيق اتفاقية البريكس لازم يفرقوا بين مرحلتين عمريتين، مرحلة هيسموها ما قبل تطبيق نظام الدفع، ومرحلة يسموها ما بعد تطبيق نظام الدفع. والمرحلة اللي المفترض انها تتطبق فورا هي مرحلة ما قبل تطبيق نظام الدفع، واللي هي تعتمد على المقايضة بمسمياتنا الدارجة، او لو عايزين نسميها بمسمى علمي ان هيكون في سيستم بين الدول بيدير
الاستيراد والتصدير بين دول البريكس كحسابات جاريه على السيستم، انت اديتني وانا اديتك على الشاشات دونما تبادل للعملات. فده المفهوم الجوهري للبريكس، واللي بمقتضى سيتوقف تداول العمله داخل الاسواق المحليه للدوله الواحده، يا دوله مصر يعني، لا كل دول البريكس سيظل التداول بعمله البلد جوه البلد. طب والتداول بالعملات الاجنبيه بين الدول؟ وبالتبعيه يتوقف الطلب على العملات الاجنبيه في السوق، وبالتبعيه يتوقف التعامل مع العمله على انها سلعه. وهو ده الحلم اللي كل الدول بتسعى له. لان المشكله اللي احنا اصلا بنعاني منها واقتصادات كتيره جدا من الاقتصاد الناشئ، اقتصادات كتيره جدا. يعني مش عايز اقول احنا بس، كل الناس اللي منضمه، كل الدول اللي منضمه لدول البريكس بتعاني من نفس الازمه. تبحث عن رئه جديده. بالظبط. قد تكون بريكس رئه جديده، ممكن نطلق عليه هذا المسمى. بالتاكيد هو مسمى جوهري جدا، لو اتطبقت زي ما هو مكتوب او زي ما الرؤساء حاطينها هتبقى فعلا متنفس لكل الاقتصاديات دي. طيب هطلع من موضوع التكويد وارجع للاستاذ مصطفى على الاجراءات بقى. استاذ مصطفى حضرتك اتكلمت عن ان انت في دراسه اجرائيه، الاجراءات كده عايزين نفصلها للشركات، هيبداوا ازاي وهيعملوا ايه وكيف يستعدوا للموضوع بتاع بريكس. تمام. وطبعا زي ما قال الاستاذ اشرف احنا هنبقى في مرحله اللي هي ما قبل نظام السداد اللي هي مرحله المقايضه. حضرتك تسمع لما تيجي تسمع نظام المقايضه في الميديا وفي الاعلام تحس ان الموضوع بسيط وسهل، هو مجرد ان انا هديك 2 كيلو رز وتديني مقابلهم بطايه يعني. فلا هو الموضوع مش بالبساطه دي، هو الموضوع بيبقى صعب لان الموضوع فيه اكتر من دوله وفي الموضوع اكتر من عمله، فالموضوع مش يعني هو اكبر من تبادل سلعي، يعني اكبر من انت مثلا بتديني حاجه وانا باخد حاجه مكانها. لا لا المقايضه ده نظام قديم اصلا. هو نظام قديم بس هو دلوقتي المفروض يكون نظام بيطلق يعني بيقولوا عليه نظام مقايضه حديث. فده ازاي بريكس بقى تحل النقطه دي تحديدا لان مشكله يعني. هي حتى احنا دلوقتي هنشتغل في القصه بتاعه انه يعني احنا دلوقتي لو بنضرب مثل ان لو في شركه عايزه تستورد حديد من مصر واحنا هنصدر للدوله ديت مثلا روسيا، هنستورد منها حديد وهنصدر لها طماطم. السؤال هنا انت ازاي هتحل المعادله دي؟ هي الشركه اللي عايزه تستورد الحديد دي هي عايزه حديد، والناحيه الثانيه الشركه الثانيه مستنيه مقابلها يا اما فلوس يا اما بتديله مكانها بضاعه. فلو انت هتصدر لها مثلا هتصدر لروسيا طماطم، هل الشركة التانية بتاعت الحديد المستورد بتاع الحديد هل هو مستني الطماطم؟ لا هو مش مستني طماطم، هو مستني يا إما الفلوس يا إما تديله مقابل عشان يقدر يدفع بيها تكاليف الإنتاج بتاعته والتزاماته والتزاماته. فهو مستني الـ 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 الكاش اللي هو يقدر يشتغل بيه ويدفع بيه تكاليفه. فالسؤال بقى هنا المفروض إن إحنا عندنا تصور إنه يقدر يعني يغطي المنطقة دي. هيعمل إيه بقى الشركة، تعمل إيه هنا؟ تبدأ من نقطة البداية. تمام. هو احنا التصور بتاعنا انه الشركة الشركة اللي هتستورد الحديد من هنا هتاخد هتدفع الفلوس بتاعتها للبنك المركزي او الجهة المختصة بتطبيق بريكس. تمام. هتدفع له بالعملة المحلية، انا اتفقت معاك عن ان الحديد ب 10 دولار، هدفع ما يقابل الحديد ب 10 دولار دوت بالجنيه المصري للهيئة بتاعتي اذا كانت البنك المركزي او الجهه المختصه بالموضوع، والجهه دي هتخاطب الدوله الثانيه البنك المركزي الثاني بتاع روسيا وتقول له انت انا هستورد منك حديد، فهنحط على الشاشات ان الدوله بتاعتنا هيبقى عليها ال 10 دولار. تمام. وبالتالي البنك المركزي بتاع الدوله اللي هناك يدفع الفلوس بتاعته للراجل المصنع بتاع الحديد. فيبقى اللي في مصر دفع بالجنيه والموجود في روسيا الناحيه الثانيه دفع فلوسه خد فلوسه بالروبل الروسي. فبالتالي ما بقاش في طلب على الدولار او العمله الاجنبيه ايا كانت. فهيبقى مجرد ان الدوله دي عليها ال 10 دولار والدوله الثانيه المفروض تسددها او تسويها مع اول تصدير. تمام. طيب دكتور اشرف، ما زال نقطه نظام الدفع دي برضو ما زالت غير مفهومه، يعني ممكن توضحها لنا اكتر؟ تمام. زي ما حكيت لحضرتك تاني، النظام المتبع حاليا والمشهور هو نظام السويفت. ده نظام سوفت وير بتديره الاتحاد الاوروبي او الدوله الامريكيه، بتدير من خلاله كل دول العالم، كل شبر في الدنيا موجود
في نظام السويفت ده، وبالتبعية انت تقدر تحرك كل عملاتك من اي مكان لاي مكان من خلال الكود ده. في ظل وجود نظام بديل، ده الحلم اللي بيحلم بيه مجموعة البريكس، ان يبقى عندي سيستم تاني خاص بي احول انا من عليه بدون اللجوء للسيستم ده، لان السيستم ده هيعتمد بالاولوية على الدولار، وانا عندي حلم ان انا يكون عندي عملة البريكس. فطول ما السيستم ده هتواجه الصعوبات زي ما حكيت من شوية، هتواجه الصعوبات في تكويده في تفعيله، فهنلجأ بالتبعية الى ان احنا نوسط الدول اثناء عملية التبادل التجاري دي. الدولة هتكون وسيطة، سواء دولة المستورد او دولة المصدر. تمام استاذ مصطفى، يعني عايز يعني اوصل لشرح مبسط كده ازاي هيتم تداول المنتجات، يعني في ظل عدم وجود نظام دفع زي اللي هو متعارف عليه دلوقتي اللي هو السويفت. تمام، اضرب لحضرتك المثل بشكل اوضح، يمكن ما وضحتوش كويس، بس هقول لحضرتك دلوقتي. لو احنا هنفترض انه مصنع معرض عربيات موجود هنا في مصر، محتاج يستورد 10 عربيات من روسيا. تمام، فانا عايز استورد مثلا 10 عربيات، ال 10 عربيات دول هبلغ هبعت فاتوره المفروض المصدر اللي في الناحيه الثانيه محتاج فلوسه بال 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 بالعمله العالميه الدولار. فانا هطلع فاتوره اوجهها للبنك المركزي ان انا عايز استورد من الدوله ديت بمقابل ال 10 دولار، فبالتالي هدفع الفلوس بتاعتي من الجنيه المصري للبنك المركزي. تمام، ثم البنك المركزي هيخاطب البنك المركزي هناك، المصدر اللي هو في الدوله اللي هناك هياخد فلوسه بالروبل، هيحول البضاعه بتاعته من دولته للمينا عندي. تمام، فبالتالي ما بقاش في طلب على الدولار، وبالتالي بقى بالتبعيه البنوك المركزيه هنا بتتعامل مع بعضها. بالظبط، البنوك المركزيه بتتعامل مع بعضها، وبالتالي ما بقاش في حجم طلب على الدولار، وبالتالي تختفي تجارة العملة من الموضوع. دكتور أشرف، يعني فعلا تفعيل هذا النظام يعني يقلص الطلب أو ما يخليش عندنا بقى سوق موازي للدولار وينتهي هذا الكابوس بالورقة والقلم؟ ليه؟ لأن لسببين. أولا، لو احنا دلوقتي 10 مستوردين، ففي 5 مننا ال10 دلوقتي بيطالبوا بالعملة الأجنبية عشان يستوردوا بيها. بتطبيق اتفاقية البريكس انت خدت 5 منهم على الأقل، إذا لم يكن 6 و7 و8، وقلت لهم استوردوا من دول البريكس، لأن أنا هديكوا مزايا عند الاستيراد من دول البريكس. فمبدئيا ال10 5 منهم راحوا لدول البريكس، والخمسة التانيين سيظلوا مع الدول الأخرى. طيب الـ يبقى كده عدد المتعاملين في سوق الدولار بدل ما كانوا 10 مبدئيا بقوا 5. ثم بعد كده الخمسه اللي راحوا لدول البريكس لن يكون مسؤول عن تدبير العمله، يعني مش هيدور يلف في السوق يسال فين يا جماعه الدولار وبكام، هو كده كده هيدفع ثمن المنتج بتاعه للبنوك المصريه بالجنيه، والبنك بقى يدبر مع الدوله المسؤوله. هو رفع ايده من الحدوته دي، فاوتوماتيك المفترض ان سعر الدولار ينخفض على اثر تطبيق الاتفاقيه دي. طب يا استاذ مصطفى، يعني نرجع للمثل بتاع الطماطم اللي قاله الطماطم والحديد. الطماطم والحديد والعربيات، انت يعني دخلت من حاجه قيم عاليه جدا لقيم بسيطه. فازاي يعني ده الموضوع ده يعني المفروض ان هو يقلب الدنيا، يعني موضوع يعني مثل بتاع الطماطم والحديد والسيارات. طيب يعني هي روسيا هتستورد من عندنا؟ ايوه، هتستورد من عندنا خلينا نقول المحاصيل الزراعيه او الطماطم عشان نبسط الموضوع للمشاهد. انت يعني ماسك ما هو عايز ابسط اقدر ابسط الموضوع، لان الموضوع لما تيجي تبص عليه من فوق تلاقي الموضوع متشابك جدا وصعب ان انت تفسره يعني. فمحتاجين نبسط الامور بحيث ان الموضوع يبقى واضح للناس. فاحنا هنا عندنا في مصر مشهورين او عندنا موضوع المحاصيل الزراعيه، منها مثلا الطماطم. دلوقتي روسيا بتحتاج ان هي تستورد من عندنا محاصيل زراعيه، فبالتالي انا عندي الراجل هنا المصدر هو كلف بالجنيه، وبالتالي هو عايز يصدر الطماطم بتاعته، فهيبعت الفاتوره المبدئيه اللي هو هيطلعها من هنا يبعتها لروسيا. روسيا هتاخد الفاتوره المبدئيه تبعتها للبنك المركزي بتاعه، هيوافق على البضاعه دي، فبالتالي البنك المركزي شايف البضاعه والكميه، وبالتالي الجمارك كمان شايفه البضاعه والكميه بتاعتها،
فهتخاطب الدولة المصرية تقول لها احنا هنصدر من عندكم الكمية دي بالقيمة دي، فهتسجل عندها تقول لها تمام، فالدولة المصرية هتبقى عارفة كمان الكمية والقيمة فهتقول لها تمام، فالبضاعة هتتصدر، فالراجل هياخد هنا هيدفع فلوسه بالروبل، والناحية التانية المصدر المصري هياخد فلوسه بالجنيه بما يعادل الدولار، يعني الدولار مش هيختفي لكن هو يبقى عملة للتقييم، يعني ان انا اقدر اقيم بيها. انما ما زال برضو عشان احنا برضو دكتور بنستورد معظم خاماتنا من اسواق العالم، وقد تكون فعلا ان احنا لو وفرناها من هذه الدول يعمل استقرار للسعر، ولكن التقييم هنا هل سعر السوق اللي هو السوق الحقيقي ولا اللي في البنك اللي دايما بيقول لك لا حرك وفي يبقى في سعر مرن؟ هنرجع للمعيار هنا يبقى السوق في السيناريو اللي الاستاذ مصطفى بيحكيه في المرحله العمريه اللي هو بيتصور ان احنا نوصل اليها، لن يكون هناك سعر في البنك المركزي وسعر بره السوق. ما زي ما حكيت لسيادتك، هو الهدف من الحدوته دي ان يبقى في سوق موحد للعمله الاجنبيه، ويبقى السوق ده هو عباره عن سعر صرف البنك المركزي. لم يعد هناك مفيش حد هيبقى محتاج العمله الاجنبيه، انت بتستلم ثمن المنتج على الاطلاق يا دكتور، يعني دي صعبه. سيتبقى الفريق اللي سيظل ملتزم بالاستيراد من الدول الاوروبيه اللي مش موجوده في البريكس، ولكن معظم المستوردين سيتجهوا للاستيراد من دوله البريكس. ليه؟ لان هيبقى في حوافز هتاخدهم ناحيه ان انا استورد من هناك. يعني لو انا بستورد منتج ما من المانيا ونفس المنتج ده موجود في الصين بنفس المواصفات، الحوافز اللي هتمنح من الدولة للاستيراد من دولة الصين ستدفعني اوتوماتيكيا ان انا اتخلى عن الاستيراد من المانيا واجي لدولة الصين، خاصة في حالة ان الزبون بتاعي بيبحث عن تكلفة اقل وسعر بيع اقل. طيب يعني هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني نتكلم مع استاذ مصطفى عن المزايا والعيوب اللي تتعرض لها الشركات في ظل هذا النظام. هنشوف في الفاصل تقرير برضو عن انخفاض او الجهود التي تقوم بها الصناعات المختلفه وتقودها غرفه الصناعات الغذائيه باتحاد الصناعات المصريه لخفض الانبعاثات الكربونيه وتاثيرها على الصناعه للتصدير، لان البصمه الكربونيه هيبقى في ضريبه وفي جمارك عليها، لن نستطيع ان ننافس اذا ما بقي الحال على ما هو عليه. لازم نتحرك بسرعه ونطور صناعاتنا لكي تتكيف مع هذه الاشتراطات والقوانين الدولية التي حتما سيكون لها أثرها على الصادرات المصرية. نشوف التقرير ونرجع نكمل مع الأستاذ مصطفى المزايا والعيوب من الانضمام لاتفاقية بريكس. أهلا بكم مرة تانية، وزي ما تابعنا في التقرير وكلام ضيوفي الكرام على التصدير، فالكل يبحث عن التصدير، الكل يبحث عن رئة جديدة للاقتصاد تخفف من الضغوط خاصة في الشق المتعلق بالعملة. وجدد الترحيب بضيوفي الكرام دكتور أشرف حجر وضيفي الكريم الأستاذ مصطفى حسني. أهلا وسهلا دكتور مصطفى. أرجع للدكتور أشرف ونتكلم عن حضرتك، كلمنا عن المزايا والعيوب وعلى مستوى الدول وعلى مستوى الشركات، وهل فعلا يعني في مزايا وأيضا هناك عيوب من هذه الاتفاقية؟ هو أنا هبتدي بالعيوب، أنا مش هسميها عيوب، هسميها تحديات. يعني أنا بعتقد أن كل رئيس مجلس إدارة هيتقابله مجموعة من التحديات بمجرد تطبيق الاتفاقية دي، على رأسها مثلا التحول الاستيراد من دول البريكس، لأنه سيجد أنه الدولة بتدفعه إلى ذلك دفعا لأن هيكون ليها مصلحة في أن ده يحصل، فهيجد أن في كل الحوافز هتوجه إلى الاستيراد من دول البريكس، وده لن يكون معتادا. يعني ممكن ألاقي رئيس مجلس إدارة لشركة استيراد هو قضى عمره بيستورد من دولة معينة، هيبقى مطلوب منه يتوجه بطاقته وبعملائه لتغيير الثقافة إلى أنه يستورد من أحد دول البريكس. أعتقد ده تحدي كبير هيقابل رؤساء مجالس الإدارات. التحدي اللي وراه غالبا هيكون أنه لازم يكون عنده دراسات سوقية جديدة، هو إيه اللي ينفع نستورده من دول البريكس وإيه اللي ينفع نصدره لها وإيه اللي ينفع ناخد عنده ميزة تنافسية. وبالتبعية ده اللي أنا ممكن أترجمه في أن كل رئيس مجلس إدارة محتاج يعمل إعادة تقييم للمزيج التسويقي بتاعه اللي دراسات تسويقية حديثة بالتأكيد. سيتبع ده تطبيق مفهوم الشمول المالي، زي ما سيادتك دايما شايف الدنيا كلها مدارة من خلال الشمول المالي، كل حاجة النهاردة في الدنيا شاشات، والشاشات دي مرتبطة بالمعاملات الحكومية جوه الدولة ودلوقتي بقت خارج الدولة كمان. فتطبيق مفاهيم الشمول المالي موضوع جوهري جدا حتى على مستوى الشركات المتوسطة. يتبع تطبيق الشمول المالي بالتأكيد أنظمة رقابة مالية وأعمال مراجعة قوية جدا عشان تقدر تلاحق متطلبات الشمول المالي.
ويتبع ده بالتأكيد دور خطير للتخطيط الاستراتيجي، لأن الدراسات السوقية وسلسلة الإمدادات السبلاي تشين اللي مفترض ناخد بيها دراسات هنكون محتاجين نترجم ده لكاش، والكاش ده معانا مش معانا، هنقدر ندبره لا هيكون في فائض نقدر نستثمره. التخطيط الاستراتيجي ده نقطة جوهرية، وهيقابلنا بعد كده كمان التخلص من أي فوائد عملات أجنبية، لأن ده بيمثل عبء على ميزانيات الشركات، تجد أرقام كبيرة جدا محطوطة ككاش ليه يا جماعة تحوط لارتفاع الدولار من عدمه، فده برضو تحدي هيواجه رؤساء مجالس الإدارات. ضبط الوضع القانوني للشركات، لأن الشركة اللي هتنجح في إن هي تستمر خلال التحديات المقبلة الصعبة هتكون شركة محط للأنظار، هتبقى مطلوب بكرة تنزل بورصة، مطلوب بكرة يخش لها مستثمرين. فلازم كل رئيس مجلس إدارة على كرسيه النهاردة ياخد إجراءات جدية في إن هو يعيد ضبط الأوضاع القانونية لشركته. وعندنا الخبرات والإمكانيات اللي طبعاً في مصر، يعني إن احنا نوفي بذلك، وهذا التطور والتغيير واضح إن حضرتك يعني واثق إن هذا التغيير سيكون لازم يجي، تغيير جذري لازم يجي. مصطفى يعني ترجمتك بقى ترجم لنا الكلام اللي قاله الدكتور اشرف، التحديات الثمانية. هو احنا استاذ اشرف كان ابتدى بالاول بترجيح كافه الاستيراد من دول البريكس. منشا ده انه احنا الدوله اكيد هتلازم تحط حوافز للي هيشترك في البريكس واللي هيبتدي يصدر دول البريكس او يستورد منها، بحيث انها تدينه ميزه عن اللي هو ان هو هيستورد من دوله تانية بره البريكس او تصدر له. اول ميزه هيبقى موجوده في النقطه دي ان انت مش هيكون عندك تكلفه تدبير العمله، فبالتالي هيبقى في فروق التدبير العمله دي انت هتوفرها لشركتك مش هتبقى موجوده. ده اللي احنا بنعاني منه دلوقتي مثلا في السوق، معظم الشركات بتعاني منه انه مش قادره تستورد بسبب ان العمله النهارده برقم متغيره، فمش هيكون عندك التكلفه دي وهتتشال من على يعني التكلفة. هو طبعا ده عنصر كبير جدا جدا، يعني احنا لو فعلا يعني، ومع اني بسمع الكلام وبسمع الشرح اللي حضرتك قلته وقلنا والكلام اللي اتقال في المؤتمر حتى في روسيا الاخير، ان يسير هذا الاتجاه او هذا المسار يتحقق حتى لو بعد سنتين ثلاثه خمس سنين، اعتقد انه فعلا هيفرق كتير جدا فيما يخص الموضوع العمله، لان هي بتمثل عبء كبير جدا من عنصر التكلفه. طبعا ده عنصر كبير جدا. تاني بقى ميزه في الموضوع ان احنا مش هتبقى مطالب ان انت تعتمد المصروف ده كضريبيا في المصلحه، في مصلحه الضرائب او في النظام الضريبي بتاعك. احنا يعني لو حضرتك استاذ تامر شريك الضرائب في المكتب عندنا بيعاني من الموضوع ان هو يعتمد المصروف ده ضريبيا. تامر نصير كان ضيف معانا وبيحاول يقنع بيه المصلحه انه يعني ان ده مصروف بالفعل وده صعب ومعقد في حساباته. احنا عملنا نجاحات كتير في الموضوع ده مع المصلحه في كذا ملف، ولكن انا بشاور لحضرتك ان هو يعني حاجه معقده، فبالتالي لما اشيل من على كتفك المصروف ده لا هيبقى ميزه بالنسبه للنقطه دي كبيره جدا، فبالتالي لازم نرجح كافه الاستيراد من بريكس عن الدول بره البريكس. الدوله هتدعم ده يا دكتور، الاستيراد من دول بريكس يعني طبعاً. يعني انت تستعيد من دوله معينه خارج البريكس طبعا. ده عايز توفر انت وتتعامل معاها، تعامل ودبر العمله انت هي مستفيد اول من ان الكلام ده يحصل. انها تتوقف عن نزيف تجاره العمله اللي بيستنزفها وبيستنزف مواردها. الضغط الراي العام ده، الاسعار بتعلى، ده الدولار، هي اول مستفيد. وبالتالي عشان كده مصطفى بيقول ان هي هتحفز كل المستوردين انك امشي هنا، امشي عند دول البريكس. ده حافز. والحافز الثاني يمكن مصطفى لسه ما تطرقش اليه، موضوع المعاملات الجمركيه. هو قال عليه، هو قال فروق العمله هنعتمد ضريبيا واعتمادها ضريبيا. لا كمان بقى المعاملات الجمركيه، انت متخيل معامله جمركيه الدوله وسيط فيها كيف ستكون؟ يعني المثال اللي مصطفى ضربه، معرض عربيات هنا في مصر هيستورد 10 عربيات من مصنع في روسيا، فهيجي له بري انفورما من عند المورد الروسي، هياخد البري انفورما دي يروح بيها للجهه المختصه في الحكومه المصريه، يورد فلوسها بالجنيه المصري، تختل الدوله الروسيه الحاجه تجيله. طب المعامله دي اصبح الدوله طرف فيها،
كيف تتخيل المعاملة الجمركية ليها؟ هل هنقعد بقى نقول أصل السعر مش مظبوط، أصل هنعيد تقييم القيمة، أصل ممكن تكون مش صح؟ مفيش حاجة مش صح، ده الفاتورة جاية عن النافذة الجمركية، راحت للمصلحة للدولة اعتمدتها، والدولة خدت فلوسها واختارت الدولة الأخرى بأن أنا الفلوس دي معايا. هل تتخيل لسه بقى في إعادة تقييم للقيمة وحكاية خلاص؟ ده في حد ذاته حافز جوهري جدا للتوجه للاستيراد من دول البريكس. طب يا دكتور، في شركات ابتدت تتخاطب معاكم مثلا تقول لك انا دلوقتي عايز اشوف ايه، انا كده كده بتعامل مع الصين، انا كده كده بتعامل مع روسيا، انا بتعامل مع البرازيل، يعني ايه بقى ان انا يعني اوفق اوضاعي على النظام الجديد؟ هل في طلبات جات لكم؟ بصراحه هو عميل يتيم اللي طلبها ولسه امبارح مش عارف ارد عليه اقول له ايه. يعني ما زالت لسه بالتاكيد الامور التنفيذيه هي الدراسه اللي مصطفى عاملها كلها دراسه تصوريه، انما ابتدى ان في ناس تبتدي تستعد. طبعا والكلام اللي حضرتك بتنشره النهارده في برنامج زي بتاع سيادتك ده منتدى الاعمال هيخلي كل رؤساء مجالس الادارات يعيدوا التفكير، لانه كان بيتعامل مع الموضوع ايوه احنا هنتعامل زي ما مصطفى بيضحك كده يقول لك ايه، ايوه احنا نديهم حديد ويدونا طماطم، وهدونا هناخد منهم حديد ونديهم طماطم. هو ازاي بتاع الحديد يقبل منك الطماطم، وازاي بتاع الطماطم يقبل منك حديد؟ الكلام ده على مستوى الدول لكن على مستوى الشركات لا، ليه تقنيه ولابد من احترام التقنيه دي، والتقنيه دي ده تصور محطوط مننا، وبتخيل ان لازم يتم زي ما احنا حاطينه كده، ولو تم كده هيبقى زي ما سيادتك وصفته رئه جديده للاقتصاد. استاذ مصطفى، يعني ايه التحديات التانيه اللي بتواجه متخذ القرار خاصه في الشركات عند التعامل مع النظام الجديد في بريكس عند تطبيقه ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. هو التحدي التاني هو موضوع دراسه السوق والبحوث التسويقيه اللي استاذ اشرف اتكلم عنها، ودي انت محتاج تشوف الاسواق اللي جوه البريكس. انت مثلا لو الدوله محتاجه ان هي تدعم متخذ القرار في الموضوع، فهتقول له انه الدوله دي عندها نقص في السلع الفلانيه، فمحتاج ان انت تبتدي تجهز من دلوقتي كنت كمنتج مصري وكمصدر وكمصدر ان انت تبقى تدرس السوق وتبتدي توفر المنتج اللي ناقص عند الدوله دي، وبالتالي بقى عندك طلب على المنتج بتاعك تقدر توفره من دلوقتي وتبتدي تستعد ليه ان انت تخش الاسواق دي. دكتور اشرف، حضرتك اتكلمت عن الشمول المالي. واحنا دايما مشاكلنا في الجمارك مشاكل ما زالت رغم التحول الرقمي والكلام ده كله، بتخضع لتفسيرات الموظف وبتخضع لتعقيدات كثيره جدا، والبضائع بتتكدس في المواني، لا افرج عنها، لا ده مش عارف ايه، ده بند ايه. الشمول المالي هنا هل يحل المشكله بتاعت التكدس البضائع؟ الشمول المالي هو الحل السحري. وحضرتك ما تحكمش بالفتره الماضيه، الفتره الماضيه كان فتره فيها ازمه في الدولار على مستوى الدنيا كلها، لكن الشمول المالي في الاصل ايوه هيحل المشكله دي. ولكن انا بصراحه لما بتكلم عن الشمول المالي، يمكن انا زي ما قلت لحضرتك دي تحديات بتواجه رؤساء مجالس الادارات في الشركات المتوسطه. انا مشغول بالتحدي ده على مستوى الشركات، انا ما زلت لحد النهارده بخش الشركات على حد تعبيراتي والاقيها مدرب المنافله، مدلول كلمه المنافله دي انه لسه لحد النهارده لسه الدفاتر والكلام والورق والاكسلات وكلام صعب جدا. ازاي هتلاحق دوله بتتكلم عن اتفاقيه هتبقى كل حاجه فيها مداره على الشاشات؟ حضرتك البري فورما انفويس هتجيلك على النافذه الجمركيه، النافذه الجمركيه هتخطر بيها الجهه المختصه في اتفاقيه البريكس على الدوله بالشاشات، هي هتخطر الدوله، هتخطر الدوله بسيستم، الدوله هتديك اوردر بالسداد بسيستم. ازاي في وسط كل ده سيادتك لسه مدار بدفاتر واكسلات؟ عشان كده بتكلم ان الشمول المالي مش مفهوم مرتبط بالدوله، ده مفهوم مرتبط بالشركه. واحنا عندنا الاستاذ عطيه هو شريك التحول الرقمي وميكنه الاعمال، مشغول جدا بالنقطه دي، ميكنه كل الورك فلو بتاع الشركه ايا ما كان نشاطها ايه، سواء كان نشاطها خدمي او سلعي، هو منشغل جدا بالميكنه دي، لان الموضوع كل مدى عمال يتطور. احنا كنا الاول مشغولين بالميكنه لان احنا عندنا اعتقاد ان ميكنه الشركه او ميكنه الاعمال جواها بتتسبب في زياده ربحيتها، زياده اعمال وارباح. دلوقتي بقت اداه للاتصال بالدول الخارجيه. لان الموضوع لم يعد موضوع بس في مجرد العنوان بتاع الاستاذ مصطفى. يعني حضرتك يعني الكلام بتاع دكتور اشرف في التحدي الخاص بالاداره الماليه ودور مراقب الحسابات، ممكن توضح لنا هذا التحدي ويعني ايه الشركات تستعد ليه، وانتوا دوركم ايه بالظبط ان انتوا في الحته بتاعه الاداره الماليه ومراقبه الحسابات؟ الرقابه الماليه وانظمه التدقيق والمراجعه، بناء على اللي الاستاذ اشرف قاله ان موضوع الشمول المالي
بالتالي ما يكون عندك شمول مالي وعندك الحسابات او المعاملات الماليه كلها دايره على الشاشات، فلازم يكون في انظمه رقابه داخليه وادوات للتدقيق والمراجعه تتم من خلال الشاشات دي، علشان تقدر تتاكد ان الحاجات اللي موجوده على الشاشات دي مش حبر على ورق. انت محتاج تتاكد ان فعلا الارصده والحسابات بتعبر عن الواقع بصدق للشركه، عشان تقدر تكون اداه تحليليه للمتخذ القرار او لا. فانظمه الرقابه الداخليه والمراجعه والتدقيق لا، ما يعني معتمده باعتماد كلي على الموضوع الشمول المالي، وبالتالي لازم تكون موجوده. واحنا عندنا هنا عندنا في الشركه خدمه المراجعه واستشارات التدقيق، بيقودها استاذ عامر شريك المراجعه والتدقيق، بيقوم بالدور دوت على اكمل وجه، ان هو بيراجع الارصده والحسابات الماليه على الشاشات ويتاكد ان هي مش حبر على الورق، وعشان تقدر الشركه تاخد بناء عليها قرار. الخلاصه يا دكتور اشرف، هل يمكن بالفعل اتفاقيه مثل بريكس ان تكون او تحمل بداخلها فرص استثماريه للشركات العائليه والشركات الصغيره والمتوسطه في مصر، خاصه ان احنا الدول دي كان قد الموضوع يحصل بالعكس اذا ما كناش احنا كدوله مساندين للاقتصاد للانتاج، خاصه في ظل ارتفاع تكلفه الانتاج العاليه، في ظل التنافسيه الصعبه اللي بيواجهها المنتج المصري سواء في السوق المحلي، وكمان جايب له اتفاقيه يعني، وحضرتك بتقول لا دي فرص كبيره للشركات. بالتاكيد زي ما حكيت لحضرتك، يمكن انا عديت التحديات، كان اخر تحدي فيهم اعاده ضبط الاطار القانوني للشركه، ومدلول الكلمه دي ان انا شايف ان كل شركه ستنجح في تطبيق هذه التحديات، التجاوز لهذه التحديات هتكون محط للانظار من المستثمرين، سواء كانوا المستثمرين دول بورصه، مستثمرين اجانب، مستثمرين محليين. فبالتاكيد اذا ما نجح رئيس مجلس اداره الشركه في تجاوز هذه التحديات والاستعداد من دلوقتي واتخاذ قرارات استباقيه لهذه الاتفاقيه، هو بشركته سوف يكون محط للانظار. فبالتاكيد دي فرص استثماريه هايله. انا عايز احكي لحضرتك ان الشركات لما بتتقيم بتدي ارقام جوهريه جدا، وبتبقى مرضيه جدا عن المجهودات اللي اتحطت فيها خلال السنين اللي فاتت. حضرتك اشرت للموضوع ان انت تبقى مستعد كمان للقيد في البورصه والكلام ده كله، يعني ده برضه من ضمن الاستعدادات. ده سياده المستشار علاء عندنا شريك الشؤون القانونيه، هو اللي بيقوم بالدور ده وبيدي الاستشارات اللي تكفل تاهيل الشركه للقيد في البورصه. وتاهيل الشركه للقيد في البورصه موضوع ما بيتمش في يوم وليله، ده موضوع بياخد وقت واجراءات وتجهيز مستندات قد تصل الى مجموعه من الشهور، مش عايز اقول سنه. طب دكتور برضه يعني انا السؤال اللي انا سالته حضرتك ما جاوبتش، انت يعني قلت للناس تستعد من نظره اقتصاد كلي. وشان هذه الدول اوريدي احنا بنستورد منها، خاصه الصين وروسيا والكلام ده كله، ولما يبقى في اتفاقيه اطاريه ما بيننا وما بينهم، او اتفاقيه كانها تجاره حره او اي بيع بما فيها من المزايا، اعتقد ان هي لازم تكون ميزه. ولكن انا خايف بس تخوفي، وده تساؤل بيساله الناس، ان احنا الموضوع يبقى عكسي، يعني يحصل اغراق اصلا من منتجات هذه الدول، خاصه انها واخده مزايا بزياده، هي فايقه، هي اقتصاديات صعده بتنمو بنسب نمو عاليه، احنا مكبلين بمشاكل وبزياده يعني تكاليف انتاج، زودنا الكهرباء على المصانع، زودنا الغاز مش عارفين، زودنا الغاز المنزلي، يعني اوريدي عندنا مشاكل. كلامك صح. فهل فعلا احنا مستعدين لده وعشان ما تبقاش بس ايه بالسالب علينا؟ اعتقد ان مجرد استبعاد بند فروق العمله وتدبير العمله كفيل يقدر عنصر هيساهم، وده عنصر لا يستهان به. وزي ما قلت لي، اصل هم الشركات دي الدول دي افضل مننا في الوضع الاقتصادي، احيانا برضو بيكون الوضع الاقتصادي اللي مش قد كده مش وحش من كل الاوجه، لان عناصر الانتاج عندك ارخص من عندهم بكتير. نتمنى يا دكتور. بشكر الدكتور اشرف حجر رئيس شركه المحاسبين القانونيين المصريون، شرفتني ونورتني. الاستاذ مصطفى شرفتني ونورتني النهارده، ويعني ان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه من برنامج مبتدئ الاعمال، نناقش ونبحث التحديات الاقتصاديه ونضع لها الحلول، وان شاء الله مصر ستظل بخير، وان شاء الله القادم افضل. نلتقي ان شاء الله الاسبوع المقبل.